انا من العليات اللي اليوم حاصرات عند الجهه، واللي لهم قاعد تبارك الله السيمانه هما تحاصرات لهذه المبادره اللي معد المبادره هذه اللي معد جلاله الملك نصره الله. العليات والله اللي شاكرين عليها جلاله الملك نصره الله. جينا اليوم دفعنا في هذه المبادره النسويه، كنتمنى ان شاء الله يا ربي نكونوا من المحظوظين باش نكملوا في المشروع ديالنا. تكون ان شاء الله مبادره قويه لينا باش نبداو ان شاء الله في المسيره ديالنا. وحنا ان شاء الله باغيين نخدموا، باغيين مبادرات بحال هادو ان شاء الله يكون خير. نتمنوا وحنا عندنا ان شاء الله افق، بغينا نخدموا بينا نديروا مشاريع خاصه اللي شد لينا ان شاء الله بيدينا. كنتمنوا خير في هذا الشيء اللي دارت الجهه، نساء اكثر باغيين يخدموا وباغيين مبادرات بحال هذا الشيء، والحمد لله كاين نساء مساكن ضعاف يعني باغين علي شد ليهم بيديهم. يندرج هذا البرنامج في اطار تفعيل بنود اتفاقيه الشراكه المبرمه ما بين مجلس جهه الداخله والذهب ووزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره. الغرض منه هو المشاركه في التمكين الاقتصادي للمراه عبر التشغيل الذاتي، وكذلك تعزيز مساهمتها الاجتماعية والاقتصادية بالجهة. مع استحضار الخطة الحكومية لمساواة كرامة اثنين، كما أنه يندرج أيضا في إطار البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بحلول 2030، وهو المعروف بمغرب التمكين. هذا البرنامج خصص له غلاف مالي كبير، 35 مليون ديال الدرهم. نستهدف به في المرحلة الأولى 800 امرأة قاطنة بجهة الداخلة والذهب. يعني يتم الدفع والمشاركة عبر مستويين. المستوى الأول هو تم خلق منصة رقمية اللي ما استطعت على انها تدفع في المنصة تتقدم مباشرة او يتقدمنا كمجموعة نساء يعني في مشروع واحد، يتقدمنا الى يعني الجهة من اجل دفع الملف. هنالك ضغط كبير، هنالك اقبال كبير من النساء، ما يتراوح ما بين 300 الى 350 يوميا، ويرتفع العدد. بالتالي نحن الآن إن شاء الله قمنا بإعداد يعني هذه الفرق، وسنعمل كذلك على تلبية كافة الطلبات اللي توجهنا.